أما المواجهة التي جمعت بين اتحاد خنشلة وضيفه نجم مقرى فانتهت على وقع التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، وكان أصحاب الأرض السباقين لافتتاح باب التهديف عن طريق الغاني ماكسويل باكو قبل أن يعدل ياسين زغاد لنجم مقرى. التغطية كانت لرمزي خاوة. تمام الرضا عن النقطة، المردود ممكن ما كانش ممتاز اليوم بارابور مقارنة بالمباراة الأخيرة اللي ضد اليو اس ما وضد السي ار بي والسي ار سي، قدمنا مباريات ممتازة جدا اليوم، ما كناش تقريبا في يومنا، لكن لما تكون مش في يومك تعرف باش تخرج بنقطة من ملعب صعيب حاجة مهمة ياسر. مع ضغط المباريات لانه بعد ثلاثة ايام عندنا مباراة اخرى مع القبائل في مقرى، مش كل المباراة صعيبة، دونك رتحنا اليوم ثلاثة لاعبين، حبينا نعمل تيرن اوفر، لوجوا على الفرشور شي جوار ان شاء الله، يعني نقطة مهمة جدا في الترتيب. بعد التوقف لمدة 21 يوم الفريق عاود رجع من جديد، هذه الصعوبة اللي انا نشوفها اليوم، مهما اننا بدينا المباراة بقوة وين سجلنا في الخمس دقائق الاولى او ست دقائق الاولى، من بعد تراخينا كثير ما قدرناش كيفاش نمشيو للامام بجدو الهدف الثاني، بغتونا بهدف التعادل في الشوط الاول، نظن الشوط الثاني اللاعبين عاودوا كانت عندهم رده فعل قويه وخلقنا عده فرص، للاسف اليوم ما كانش لحد معنا وين على الاقل كنا قادرين نسجلوا هدف.